السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. مرحبا بكم في القناة ديالي عين الوالي. اليوم جيت نوجد معكم طريقات ديال تحضير العسل في الدار. مرحبا بكم، بقاو معنا باش تشوفوا المقادير. المقادير اللي غنحتاجوا للعسل ان شاء الله: عندنا يطرو ديال الماء وقلب ديال السكر. دابا غنهرسو هاد القلب د السكر، نديرو في الكوكوت ديالنا ونكملو ان شاء الله معاكم. بعد ما هرسنا القلب د السكر في الكوكوت، غنزيدو عليه يطرو ديال الماء. من الاحسن البنات خليوه ليلة كاملة تلغت ليه ان شاء الله في الصباح، عاد طيبوه. ومره مره تبقاو تحركوا باش يذوب داك السكر كامل. هنا لغد ليه فاش داب السكر، انا غنزيد عليه. انتما كما كتشوفوا انا القلب السكر كله داب، بقى شي شويه لتحت. ملي غديروه على البوطه راه غيدوب في مره بالسخونيه. عندي حامضه مقطعه على هذا الشكل هذا، حامضة قطعتها هكا تحطوها، والعويدات ديال القرفة. دابا غنسدو على الكوكوت ديالنا وغنردوها طيب. ملي غتبدا تصفر حسبوا لها 40 دقيقة وطفيو عليها. انا راني طفيت عليها قبل، يعني منين درت 30 دقيقة طفيت عليها. ها هي مازال، غنردها تزيد 10 دقائق. صافي، ها هي زدت 10 دقائق ودابا صافي. غنخليها تبرد وغنردها في شي طاسه ولا شي طاوه. حيدوا هاد الحامض والقرفه وصافي، خليوها تبرد. ومن بعد ما برد العسل ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي ناجح 100%. هو راه مازال ما بردش هنا بزاف، باقي يعني شويه باقي جاري. وها هو فاش برد يعني مزيان، هانتوما كي كيجي ثقيل وكيجي زوين. يعني ما تخافوش منه انه يضيع لكم شباكه ولا شي حاجه. وبالصحه والراحه.